إليه ضلوعه في هذا التنفيذ، ونتحاور حوالين الفكر اللي بيحرك هؤلاء الشباب ل يعني القيام بعمل إرهابي يهز المجتمع المصري بهذا الشكل، وإزاي ممكن نتصدى لهذا الفكر. نشوف التقرير ونرجع نتحاور حوالين هذا الموضوع. أعبر عن تهنئتي لجهاز الشرطة لتوصلهم إلى مرتكبي العمل الإرهابي بالإسكندرية. الإعلان عن هوية مرتكبي حادث تفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية جاء خلال الاحتفال بعيد الشرطة 59. الاحتفال حضره الرئيس مبارك وكبار رجال الدولة وقيادات الشرطة، وقام الرئيس مبارك خلال الاحتفال بمنح وتسليم أوسمة الاستحقاق لأسر الشهداء، كما كرم عددا من قيادات الشرطة. وفي كلمته أكد وزير الداخلية على نجاح أجهزة الأمن المصرية في كشف غموض ملابسات حادث كنيسة القديسين وتحديد هوية مرتكبيه. الجريمة الإرهابية التي روعت الإسكندرية مع بدء العام الميلادي استهدفت مصر بأثرها، وإن ظن عناصر تنظيم جيش الإسلام الفلسطيني المرتبطة بتنظيم القاعدة أنهم قد تخفوا وراء عناصر تم تجنيدها، فقد تأكد بالدليل القاطع تورطهم الدنيء في التخطيط والتنفيذ لهذا العمل الإرهابي الخسيس. حادث تفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية وقع ليلة الاحتفال برأس السنة الميلادية، مسفرا عن مصرع 23 شخصا وإصابة أكثر من 79 آخرين. الحادث كان يهدف مرتكبوه إلى إحداث الوقيعة بين الأقباط والمسلمين في مصر، لتخرج مئات التظاهرات من مختلف محافظات مصر رافضة هذا العمل الإرهابي. وبعد وقوع الحادثة بساعات قليلة أعلن الرئيس مبارك أن الإرهاب لن ينجح في النيل من أمن مصر واستقرارها الداخلي ولا في زعزعة وحدتها الوطنية. إنني أؤكد وإلى جانبي كل المصريين أن قوى الإرهاب لن تنجح في مخططاتها وستفشل في زعزعة استقرار مصر أو النيل من أمان شعبها ووحدة مسلميها وأقباطها. طيب أنا معايا الحقيقة يعني نسخة من البيان اللي أصدرته الداخلية منذ قليل بيفيد عن الكشف عن منفذي جريمة القديسين بإسكندرية. مصري يدعى أحمد لطفي إبراهيم، عنده 26 سنة، وعناصر أخرى من تنظيم ما يعرف بجيش الإسلام وراء هذا التفجير الدموي. معايا دلوقتي على الهاتف مباشرة أستاذ أيمن فاروق الصحفي بالأهرام للتحاور حول فحوى البيان وتفاصيله. أهلا بك أستاذ أيمن، مساء الخير. أستاذ أيمن فاروق مساء الخير، سمعني؟ مساء الخير يا أستاذ معتز، مع حضرتك؟ كله تمام الحمد لله. كله تمام الحمد لله. الحمد لله. يا ترى مين هو أحمد لطفي إبراهيم، وإيه الخيوط اللي أدت للكشف عنه، وإيه يعني سيناريو اشتراكه في الموضوع؟ هل هو يعني راجل قاعد كده بيتصل بجهات خارجية بيدبر، ولا ساكن هنا في مصر، ولا برا مصر، ولا راح اسكندرية؟ معلش حاول تعيشنا في الجو كده. في الحقيقة خليني بس أقول لحضرتك الأول يعني الموقف النهاردة اللي ظهر والخبر اللي قاله السيد حبيب العدلي وزير الداخلية النهاردة في خلال الاحتفال بعيد الشرطة. أسعد جموع المصريين بأن قدرة الجهاز الأمن المصري على كشف ملابسات حادث إرهابي بهذا الحجم وبهذا الأسلوب قبل مرور شهر من تنفيذه. تمام. في الحقيقة البيان النهاردة ذكر كمان وزارة الداخلية طلعته في ساعة متأخرة وتقريبا من ساعة واحدة فقط، ده نظرا للاهتمام بأهمية
إظهار بيانات تطمئن الرأي العام بالملابسات خاصة أن بعض عناصر تنظيم الجيش الإسلامي الفلسطيني نفت نشوب الحادث أو مشاركتها في مثل هذا الحادث، فكانت صفعة قوية جدا من جهاز الأمن المصري أنه هو وجه أسماء وطلع اسم العناصر اللي تم القبض عليها وكيفية التواصل ما بين هذا العنصر الإرهابي والجيش الإسلامي الفلسطيني. خلينا نتكلم في تفاصيل البيان يا أيمن لو سمحت، لأن أنا لغاية دلوقتي ما دخلتش في أي تفاصيل. ماذا احتوى البيان؟ هو البيان بيأكد أن في شخص مصري جامعي وخريج جامعة الإسكندرية لسانس أداب قسم مكتبات اسمه أحمد لطفي إبراهيم محمد، وعنده 26 سنة من محافظة الإسكندرية. البيان بيقول ان هو متورط في الاتصال بعناصر الجيش الاسلامي ده من خلال تردده على قطاع غزة سنة 2008، وان هو كان انضم في بعض الاطار مع الجيش الاسلامي وتم تجنيده واقناعه بافكار تنظيم القاعدة وفرضية الجهاد من خلال تعامله مع شبكة الانترنت، وده كمان من خلال الاعترافات المكتوبة اللي هو أقر بيها مع جهاز مباحث أمن الدولة. كمان أضاف البيان إن هو عقب عودة المصري الجامعي تواصل مع الجيش الفلسطيني بخلال تواصله الجيش الإسلامي الفلسطيني من خلال تواصله الإلكتروني مع عناصر التنظيم، وتم تكليفه في سنة 2010 برصد أو تحديد بعض دور العبادة المسيحية واليهودية اللي بيأكد يعني تفكيرهم ان هو نوع من انواع فرائض الجهاد بتدمير مثل هذه الدور، سواء المسيحية قلت دور العبادة المسيحية او اليهودية. هل البيان تضمن اي شيء عن كيفية تنفيذ الجريمة او الاشخاص اللي تم تكليفهم بالقيام بهذا الاعتداء الدموي؟ بالضبط، هو البيان تضمن ان التكليف اللي جه لأحمد لطفي كان بتحديد او تدبير وحدة سكنية لإقامة عناصر التنفيذ بتاعت العملية، وان هم هيستخدموا سيارة، لكن هو اقترح عليهم استخدام الاسلوب الانتحاري لتنفيذ العملية، وكمان حدد لهم الاماكن المقررة تنفيذ العملية فيها او المرجح تنفيذ العملية فيها، هو حدد كنيسة القديسين وكنيسة ماكسيموس او المعبد اليهودي في منشيه في منطقه المنشيه بالاسكندريه. والبيان كمان اوضح ان هو استخدم لهم اجر سياره واجر منزل لاستضافتهم، وبعد كده هم ابلغوه ان هو بعد هو في خلال شهر انا مش متذكر بالظبط شهر ايه هو غادر البلاد عشان يعمل عمليه جراحيه، واستمر في التواصل مع التنظيم، وتم ابلاغه في شهر ديسمبر الماضي بأنه تم الاختيار بالدفع بعض العناصر لعملية تنفيذ العملية الإرهابية، وأن هو كمان عقب عملية التفجير وتنفيذ العملية الإرهابية تلقى برقية من تنظيم الجيش الإسلامي الفلسطيني بالتهنئة بإتمام العملية وتقدير دوره في تنفيذها. تمام، شكرا لأيمن فاروق الصحفي بالأهرام على هذه الإيضاحات.